السلام عليكم. انا تلميذه من مدينه تطوان. كنطلب من وزاره التعليم انهم يوقفوا هذه الشهاده. وبغيتنا يعني احنا تلاميذ كتلاميذ بغينا نقراو. ما يمكنش احنا مثلا الطلبه غيقريونا هو الاستاذ عنده مثلا تكوين وخبره 30 سنه 40 سنه وغادي يجي طالب وغادي يقريني. هذه ما يمكنش. هو الطالب هو الراس وخصو شكون اللي يقريه. يعني هو ما يكونش عارف المستوى ديالي، ما يكونش عارف مستوى التلاميذ، ويعني ما يعرفش ديك الشيء بالضبط اللي خصو يقريه لنا. ماشي بحال الاستاذ وما عندوش استعمال الزمن، ما عندوش يعني ما كيقدرش يحفظ حتى الاسماء ديال المتعلمين والطلبه اللي كيقراو، الطلبه اللي كيقراو معاهم في القسم. والرسالة اللي باغا نوجهها لوزارة التعليم هو انني انا باغا نقراو التلاميذ ديالي. كاين شي تلاميذ شفتهم كانوا كيبكيو بحرقة على الدراسة ديالهم، وانا كذلك انا منهم. باغا المهم انا الرسالة الوحيدة ديالي هي باغا نقراو، وعفاكم رجعوا لنا استعمال الزمن ديالنا القديم، ما بغيناش الطلبة.